السلام عليكم، معكم هبات ان انادر فيديو من بعد سلسله طويله ديال التحديات ديال الفلوغات ديال الضحك. انا رديتكم عاوتاني صوينين باش ندويو على واحد المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الدراري وبزاف ديال البنات، وانا كنت واحد منهم، من الدراري بطبيعه الحال ماشي البنات. هاد المشكل هذا هو الضعف ديال الوزن، النحافه الرقوقيه سميوها اي لعبه بغيتو. الا كانت حالتكم بحال هاد الولد هذا المسكين، كلشي كيقول لكم نتوما مالكم على هاد الحاله، كلشي كيقول لكم بلي راه فيكم السينتا، كتبغيو تلبسوا شي حاجه كنتيش قدكم، تحشموا تعراو، كتحسوا براسكم معصبين من الكور ديالكم. لكن نتوما هاد النوع هذا ديال الناس راه هذا هو الفيديو اللي خاصكم تفرجوا فيه، وغادي يوريكم كاع داكشي اللي خاصكم تعرفوه باش تقدروا تبدلوا الكور ديالكم كيف ما بدلت انايا الكور ديالي من هكا لهكا. هاد الفيديو هذا ما غاديش نقول لكم فيه الوصفه السحريه لزياده 7 كيلوغرامات في 12 ساعه، ما غاديش نقول لكم خاص تضربوا 7 تمرات مع كاس ديال اللبن قبل النوم ب 10 دقائق، ما غاديش نقول لك شري هذا المسحوق هذا الذي سيزيدك. ندوي معكم علميا داكشي مبسط وساهل، وغالي ما بغاش يفهم وبغى يبقى معكز راسو هذاك ما عندنا ما نديرو ليه. قبل ما نبداو غادي نقول لكم واحد الحاجه ما موالفاش ليا، ما درتهاش من 9000 ابوني. هاد اللعبه هادي هي انها غادي تنزلوا لتحت غادي ديروا لايك، بغيت نشوف 20000 لايك لتحت باش نتاكد باللي راه باغي الافاده وما باغيش الفلوغات والضحك. لحقاش غير هذوك فين كنشوف اللايكس بزاف. عاد ديروا سبسكرايب وغادي تبارطاجيو هاد الفيديو مع اي رقيق او رقيقه كتعرفوه. اون جينيرال الى جينا ندويو على كيفاش الواحد يقدر يزيد الوزن فراه القاعده سهله، وهاد القاعده هذه تقول انه خاص الواحد يكون كياكل سعرات حراريه اكثر من داكشي اللي هو تيحرقو. ما الا كنتو رقاق وبديتو كتاكلوا سعرات حراريه اكثر من داكشي اللي نتوما كتحرقو وبديتو كتزيدوا في الوزن، فراه هذيك الزياده غادي تكون كامله شحمه، وهادشي هذا ما بغيتكمش ديروه انايا. لحقاش الا كانت ديك الزياده شحمه الكور ديالكم غادي تنقلوه من واحد ليطه اللي هي خيبه وغادي تولي ايطه خيب. بالنسبه ليا انايا بعدا كيبان ليا الله مرقوقيه ولا غلودي، واحد تيبقى يتمشى دغيا القلب ديالو كيبدا يضرب كيولي عرق دغيا كتولي فيه ريحه خايبه، تولي وتقول الله مرهقيه ولا هاد الحالات. فهاد الفيديو هذا بغيت نقول لكم انا كيفاش تزيدوا الوزن ولكن يكون الماكس ديال هاد الزياده هادي فيه لاميس. لحقاش فهاد الحاله هادي هي فين كتبان الفورمه واعره سواء عند الدراري سواء عند البنات. البنات ما يسحبش لكم انها الا زدتوا لاميس كل فراغ تبانوا بحال الدراري، لا على حسابي والله حتى غتوليو تبانوا سكس. بغيت تقطع لي الدم من هاد الرجل اليسريه ندوز لي بليا دابا. اجيو في نظركم على السهل بالنسبه للجسم ديالنا انه يبدا يزيد في الشحمه وماشي لاميس، علاش كنلقاو هاد الصعوبه هادي كامله في بناء العضلات؟ نخلي لكم واحد الخمسه ديال الثواني تفكروا في هاد السؤال هذا. نوني ديجا خليت لكم هذا السؤال هذا في انستغرام وجاوبتوني بزاف ديال الاجوبه وبزاف منكم جابوا الجواب صحيح. انستغرام ديالي هو هذا باي دو واي، الا كنتو مازال ما متبعينيش فيه. حنا على مدار الحياه البشريه كنا متعودين على انه فيما كتجي واحد الفتره ديال الخير فراه كتجي من بعدها واحد الفتره ديال القحط. ما كانوش على ديال الثلاجات باش غادي نبقاو نشدوا الماكله اللي راه حنايا كناخذوها وغادي نبقاو ريزيرفيوها باش فواحد الوقيته غادي نحتاجوها وغادي نبقاو نستعملوها، وانما كانت معك تجي الفتره ديال كل حاجه صافي، ان فوا كتفوت ديك الفتره صافي مشات. دونك التطور ديال الجسم ديالنا على مدى قرون تعلم انه فيما كيجيه الخير فيما كيجيو الكالوريز فراه كيحاول يشد منهم الماكسيموم وكيتسنى انه غادي تجيك واحد الفتره اللي ما غاديش تكون واجده فيها الماكله. وباللوجيك باش الجسم ديالك انه يحميك خصو يخزن الماكسيموم ديال الانرجي باسهل طريقه، وبطبيعه الحال هنايا كنقصدوا انه يخزن الماكسيموم ديال الكالوريز الزايدين اللي نتايا كتاكل على شكل فات. ما عنده ما يدير بالميسك، لي ميسك كيكونسوميو في الاول باش يتبناو وكيكونسوميو حتى من بعد غير باش يبقى عكس الشحمه. هادشي هذا علاش فين ماشي حد اللي تيكون غليظ او اللي تيكون باغي يدير ريجيم ويطيح الوزن وكيجي كيقول لي اخويا عبد الاله باش تنصحني واش نبقى عاطي الجري ولا الميسكولاسيون، تنقول ليه الميسكولاسيون اخويا راه الا كنتو غلاظ ومشيتو بقيتو غير كتجريو فراه غير كتحرقوا الانرجي، عكس الا ترينيتو الميسكولاسيون ومن بعد بديتو كتبنيو في لي ميسكول فراه دوك لي ميسكول حتى هما كيوليو يكونسوميو الانرجي، وخا توليو تاكلوا نفس الماكله ما غتبقاوش تزيدوا الشحمه بنفس الكيفيه اللي كنتو عليها من قبل. راه الا جبنا جوج ديال لي
الباتل كانوا بجوجهم عندهم نفس الوزن، واحد فيه لي ميسكل بزاف واحد فيه الشحمه بزاف، فراه اوتوماتيكمون اللي فيه لي ميسكل بزاف غادي يكون كيحرق في النهار ديالو اكثر من الاخر، واخا يكونوا غير مريحين النار كامل ما كيديروا والو. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي كيدوي على كيفاش نزيدوا في الوزن. دوماج ما يمكنش ندوا مع الكور ديالنا ونقولوا ليه وا سيتي وغابني لينا لي ميسكل راه ما عندنا ما نديروا بالشحمه، راه قسما بالله ونطلعوا ديك الفورمه نجيبوا لك بها الرزق ويتزاد لك خير على خير. وعليا بليمي الا كاينين الثلاجات والخير موجود غابني دوك لي ميسكل. الطريقه الوحيده باش تقدر تكونتاكت مع الكور ديالك باش انه يبني لك لي ميسكل كتجيب جوج ديال القواعد. القاعده الاولى وهي ان خاصكم تبداو ترينيو يعني تهزوا الاثقال، والقاعده الثانيه هي ان خاصكم واحد ليبر كالوريك دايت، اي ان تبداو تاكلوا سعرات حراريه اكثر من داكشي اللي نتوما كتحتاجوا في النهار، وبطبيعه الحال وسط السعرات الحراريه غادي تكونوا كتحترموا بزاف ديال القواعد. انا سبق لي درت فيديو دويت على كيفاش تقدر تمانجي بروغرام ديال نوتريسيون، انا غادي نخلي لكم هنايا وغادي تلقاو حتى لتحت في الديسكريبشن. انتوما تخيلوا معايا انه لي ميسكل هما واحد المشه بغيتي تدخلها تربيها في الدار، دار طبيعه الحال هي الكور ديالك. اول حاجه غادي طرا فاش غادي تكون جايب ديك المشه مدخلها للدار، غادي تلقى امك، غادي تلقى امك كدير فيك ديك الشوفه ديال جايب دير هادي هنا. هاد امك هادي نقدر نقولوا عليها هي الميتابوليزم ديالك. دابا جامي يقنع امك باش انها تربي ديك المشه، خاصك نتايا هنا تبدا تفكر علاش شنو السبب اللي غيخليك تقدر تقنع امك تدخل ديك المشه للدار وتوجد من فوق هادشي هذا الزروره وتوجد المشه البلاصه فين تدوش وفين تحط داكشي ديالها وكلشي، ومع ذلك امك كتبقى على سبه. هذا هو الميتابوليزم ديالنا مع الناس. نقولوا بلي هاد السبه اللي غادي تلقاها لامك هي تقول لها راه عندنا واحد الفار في الدار راجد لك هاد المشه هادي باش تحضي لينا الدار وتاكلوا. هاد السبه هادي بالنسبه للكور غادي تكون هي لونترينمون، ملي تبدا تريني وتهز اثقال فراغ كتقول الكور ديالك بلي راني محتاج لهذاك الميسكل باش الكور ديالك يبدا يبني لك في دوك لي ميسكل باش تولي تهز به ذاك الوزن. وحنايا مع مرور الوقت كل ما بنينا الكور ديالنا الميسكل كنزيدو نهزو اوزان كثار وكنزيدو نبداو نطلعو في الفوليوم ديالنا في لي زونترينمون ونصعبوها باش ديما الكور ديالنا يبقى غادي يتابعنا وباغي يبني لنا الميسكل نولفو على ديك لونترينمون عمرنا نخليه يولف عليها. دونك انت صرفقتي امك بواحد السبه ديال الفار دير هكا تقول لك وماكلتها وشرابها ونزبلها وتبدا دير لك هكا. هنايا كتجيب الكالوري سير بلاس هو اللي كديرو للكور ديالك، كضرب به الفم ديال امك هكا كتلصق لها واحد 200 درهم كتقول لها كي سكتي ها هو الخير موجود كاع الماكله ديالها جبتها ما غادي تقيسيها ما غادي ديري لها والو انا اللي غادي ندير لها كلشي ها هو كلشي موفر. امك غادير ديك اللعيبه ديالها هكا تشد 200 درهم من عندها غتبعد لك في هذيك الوقيته وغادي تبقى راضيه لك البال. حنا وسط الكالوري سير بلاس اللي غادي نديرو غادي نكون كنعطيو للكور ديالنا بروتين كافي احماض امينيه كافيه لحقاش هما اول عامل كيدخل في البناء ديال العضلات، ومن فوق هذا البروتين هذا غادي نكونوا كندخلوا للكور ديالنا كاع داكشي اللي هو محتاجه لاخر. هكا كتبين ليه باللي راه كاع الظروف مواتين بالنسبه ليه باش انه يبني الكلاميس. هادشي علاش مستبعد نهائيا انه الواحد يكون داخل في ريجيم ويقد يبدا يبني لاميس. انا بعدا بالنسبه ليا راه كنشوف راسي انا عمري قديت نديرها وكنشوف باللي راه هذه القضيه هذه انورمال الا بالنسبه لواحد اللي كيدوبي واش الكور ديالنا فلاماس وبزز باش تقد تقنعو انه يبني لك لي ميسكل وغتجي تدخل ليا في ريجيم وتقتل الكور ديالك غير بجوع. هو كيشوف راسو باللي راه غادي في الخسران وغادي في الموت وغادي تقول ليه يبني لك لي ميسكل. هذا الشيء هذا راه ايلوجيك. شي الا قديت غير نحافظ انايا في الريجيم على كاع داك الميسكل اللي كنت باني فلاماس راه على انجاز درت. هنايا قلت لكم باللي راه امك كتبقى عليه على سبه لحقاش بالنسبه للكور ديالنا فاش غادي نبداو نترينيو ونبقاو ديما نطلعوا ليه في الفوليوم تقد تجي واحد البيريود اللي مثلا تسافر فيها وتقطع فيها لونترينمون. راه الا طولات هذيك المده واخا تحافظ على نفس الماكله اللي كنتي كتاكل راه ما يمكنش الكور ديالك يبقى شاد لك هذوك لي ميسكل لحقاش كيبانوا ليه غير زيادات عاطيهم لك حيت انت محتاجهم. هذا الشيء علاش حنا الحداده الا قطعنا لونترينمون واخا نبقاو ناكلوا مزيان فراه كاع دوك لي ميسكل ديالنا غادي يمشي. كاين اللي تيقول لك هذاك ماشي طبيعي داكشي علاش كيمشي ليه كاع دوك لي ميسكل. لا خويا راه ما عندهاش علاقه بالطبيعي ولا ما طبيعيش، عندها علاقه بان الكور ديالنا ما عنده ما يدير بلي ميسكل اصلا. الكور ديالك كيبني لك لي ميسكل على حساب لي زاكتيفيتي اللي كدير نتايا في النهار، وما تبقى يحاول كامل يخزنو على شكل انرجي اللي نتايا غادي تحتاجها واحد النهار حيت هو ديما كيترقب ان غتجيك المجاعه. ايوا يا حبايبي ويا حباباتي هادو راه هما جوج قواعد اللي نقدر نقول لك انا من بعد السنين ديال لونترينمون صافي راه هادو اللي كاينين، راه ما كاين لا وصفات لا دردك لا والو.
والو. بغيتو تطلعوا فورما نقيه تهلاو في صحتكم، راه هادو هما جوج قواعد اللي كاينين اللي بيهم انا يقدر نقل الكور ديالي من هاد الحاله هادي لهاد الحاله هادشي، وانا مازال راه درتها في 6 سنين. الا دخلتوا غير تفرشوا في الفيديوهات ديالي غير المعلومات اللي فيهم تقدروا ديروا هاد الترانسفورماسيون في 2 3 سنين. ايوا نتمنى لكم حد موفق. الفيديو هذا راه هادي المره الثانيه اللي غادي نصورو فيها، المره الاولى ما كانت صدقات، الصوت كان خيب. كما قلت لكم بارطاجيو هاد الفيديو هذا مع الناس الرقاق اللي كتعرفوهم. نتشوفوا يا احبائي في الفيديو الجاي. اجي حقا درتو لايك.